أنا سعاد الشمري، أكثر امرأة تعرضت لحملات تكفير ومن على المنابر وحملات تفسيق، وفي النهاية ما يصح إلا الصحيح. حياتي زاخرة بالمحطات الكثيرة اللي غيرتني، طبعاً مليئة بالأخطاء ومليئة بالتجارب المأساوية، ولكن العبرة إنك كل فشل وكل خطأ تبدأ بعده مرحلة ثانية، ما تستسلم. الإنسان يخطئ، لذلك يصنع الحضارات. بما أن القصة طويلة، هعمل لكم كلوز على محطات معينة علشان تعرفوا إيش الحياة علمتني. أنا كنت أعيش في الشمال في البادية من عائلة ميسورة الحال، نعيش في مزرعة وأنا راعية غنم، وهذه المهنة جدا أفتخر فيها. لسبب من الأسباب تزوجت جيزة منيلة، من الآخر كانت زواجة غير متكافئة، وصار في حمل وصارت مشاكل بين الأسرتين والفخذين من القبيلة، فتعلقت في ذلك الوقت وعلى جيلي وعلى عمري. كانت النساء تتعلق بالسنوات الطويلة، خلاص لا أهلها يقولوا تطلق ولا الزوج مستعد أنه يطلق. فكنت أنا طالبة أدرس في الكلية، دخلت الجامعة أساساً أريد، أنا عندي أحلام، فبديت بالتمرد. أول حركة تمرد يمكن ما أحد عملها في مدينتي حائل في الشمال، أني طلعت للإمارة، رحت للأمير، بعدين رحت للمحكمة عشان أطلب الطلاق، رافضة أني أقتنع لأني شفت بنات عملية معلقات بالسبع والثمان والعشر سنوات أني أكون معلقة. فكانت هذه بداية أول مرحلة للتمرد عساس أحصل على الطلاق، وحصلت لي قصة جميلة. وهذه القدر لما يسير حياتك، فاتطلقت بس اتزوجت رئيس المحكمة.